أهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الآن نعرض عليكم تردد قناة الولاية الفضائية للقمر الصناعي نايلسات، وهي من القنوات الدينية التي يبحث عنها العديد من المشاهدين في كافة الأنحاء والأماكن المختلفة. القناة تلعب دورا هاما في تثقيف أبناء الطائفة والدفاع عن معتقداتهم وتبث كل ما يبحث عنه العديد وتقديم البرامج الدينية والمعتقدات الخاصة. والقناة اليوم هي من أكثر القنوات التي تبثها الأقمار متعددة تغطي البلاد العربية والأوروبية، ويتم تقديم الكثير من الأسس الدينية الخاصة والتي تقدم الكثير من الأشياء المختلفة التي تنتشر في الوطن العربي. والتغطية الإعلامية تعطي دافعا لكل من يشاهد الحشود المليونية المتجهة صوب كربلاء المقدسة، وهي تغطي برنامج عاشوراء ويوم عاشوراء لدى الشيعة. وتهدف القناة إلى نشر الثقافة الإسلامية والفكر المحمدي، كما أن القناة يتابعها الكثير من المواطنين في البلاد العربية والأوروبية. تردد قناة الولاية 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي نايلسات، القمر الصناعي نايلسات، التردد 11559 لاستخدام عمودي، معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 الجودة أستي. إذن تردد قناة الولاية 2022 على القمر الصناعي نايلسات، القمر الصناعي نايلسات، التردد 11559 لاستخدام عمودي، معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 الجودة أستي. إذن نكرر أخيرا، تردد قناة الولاية 2022 على القمر الصناعي نايلسات، التردد 11559 الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 الجودة ST. اسم القناة، اسم القناة الولاية TV. اذا بذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة الولاية 2022. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.